مرحبا بكم، عشاك جاتين ما كاينه تكركيرو والضحك والنشاط مع الكراعيله. ديروا جون بارطاج وكومونتير وشوف، ومن بعد هذيك الحجر والصخر المشاهدين الشهداء من المشاهدين دابا والاقلاق وكذا، وزيد هذوك الشهداء اللي نضافوا على 100 ولا 160 الف شاهد اللي برزتين عليهم، اللي حاصلين الجماجم ديالهم فرنسا، وزيد عليهم جمجمه ديال الاقلاق والحجره مسكينه اللي مسلسله وتيرموها بالرصاص. جا الدور ديال واحد الشجره ديال البلوط، ايه ما طيقتيش. وكاينه كاينه زيد على الشهداء حتى هي في واحد البلاصه ديال ما عارفين في القطع عندنا ديال الدوله كرعوليين. قال لك سيدي كان واحد البلوطه شهيده هي مقاومة للعسكر الفرنسي، وأنها كانت تتحتضن واحد المجاهد الابن ديالو 6 سنين ولا ما عاد 3 سنين، هذاك الشيء طالقينه. المهم على حسب المصدر كل واحد اش تيقولوا في الرواية، وقال لك 5 سنين، حنا نقولوا 6 سنين كاع. وتخيل انت واحد داخل في حفرة واحتضنت له 6 سنين هو في الحفرة وجالس تماك. قالوا إن حتى الأشجار شاركت في ثورة التحريرية، وفي ولاية جلفة فعلا شاركت شجرة البلوط في تحرير الجزائر بعد أن فتحت قلبها لشهيد وابنه المجاهد ليختبئوا داخلها طيلة 6 سنوات. الشروق الإخبارية عادت لتلك الشجرة المجاهدة رفقة حفيد الشهيد وأعادت تمثيل طريقة اختباء المجاهدين داخل هذه الشجرة. معالم كثيرة لا تزال شاهدة على كفاح الشهداء والمجاهدين في الجبال والأودية، وخير دليل هذه شجرة البلوط التي لا تزال شامخة رغم مرور السنين، فهي من خبأت بين أحضانها الشهيد هرام وابنه على العدو طيلة 6 سنوات. قتل الله وفاق بها الشيباني الله يرحمه من بكري، ومن بعد اللي جاء الجيش دارها كاظمة هنا عاد تغيير هربان تاعو من هي من المركز من هي يهرب الله هنا يدخل لقى يشوف الكونفا ولا الطيارات ولا غيرها طب وسطها ما يتحرك لهاك لهاك قد ما يديروا والو ما يجمدوش هنا. من بعد عاد ننتقل بها هنا عدنا ندخلوا في سنين وسطها. لم يجد الشهيد وابنه المجاهد مأمنا من العدو الفرنسي سوى هذه الشجرة التي تتوسط الغابة، حيث يدخل بداخلها وتحتضنه كالام المفجوعه عن ابنها. ما عطيتي ياكلوا هذا والطلب استعبت واستاج الاخر ديال الاعماق ديالو، ما فهمتش انا هذا اش تياكلوا واش تياكلوا شي حاجه من غير الخبز او ودوزناها اللقلق هانيه، دوزنا الحجر هانيه، ولي الزرع تا هي من الشهداء المقاومين ودايرين على ريبورتاجات وحاضرين التلفازه تيصوروها، وهنا تخشى الشهيد وهنا خرج من هنا وهنا سميتو، وخاصنا نكرموها خاصنا نجعلوها من 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 الشهداء المقام ديال الشهداء اللي ماتوا ودافعوا على البلاد. دولة ما عند بوا تاريخ بغات تصنع تاريخ، راح حول فرنسا خرجت هربت منهم من الكلاخ ديالهم من كذا، ما فهمتش انا هادو المصرفقين احسن حكموهم العثمانيين 400 ولا 800 سنة وعطاوها للفرنسيين تاهما حكموها تاتا نصدوهم جليجة و صدق يا الله الا صح. انا زعما تنسمع هاد الخبر تنبقى نقلب كذا زنقول هذاك الشيء راه مطلعينا حنا المغاربه وكذا، ياك ما شي واحد مطلع عليهم، ولاني ملي تنجي نطالع ونشوف هذاك الشيء في وسائل الاعلام ديالهم وفي التلفازه ديالهم تيدوزوا هذوك الاحداث، فا لا اله الا الله والله لا تصدق كيفاش هذا الشيء تيسمحوا به وتيدخلوه القنوات ديالهم وتي يدير وترى تسطير تسطير فعلينا على هو الخبار. ما كاين هاد الشهداء شتي في المبان شي شهيد غادي نجي نعلقو على والدي. المهم راه 100 ألف شهيد زيد على اللقلق وزيد على حجرة وزيد على شجرة، وعقلو معانا عندك تنساو شي شهيد، راه هاد الشهداء راه
راه عطاو من دمهم وفداو في سبيل تحرير الجزائر. والتاريخ هذا راه التاريخ الله قالق والصخور والاشجار داك الشيء بالقافيه بغي يكملوها على الله واش باقي طوبات الفيران. المهم كاين ديما وجاي جاي كثر من هذا الشيء. باين تصحاب وقفوا هنا كاين الخير والخمير. وهذا هو كان الخبر. ما ننساوش تولوز الفارق ديال تولوز تيبرع اللعب ديالنا بوخلاف داك الشيء كاع اللي لصقوا ليه وكدا وسميتو وما كاينش لا توقيف لا والو. السيد غادي يلعب وغادي يبقى مع الفريق ديالو. ف سبحان الله اللي تشبت بالدين ديالو الله تنصر وقف معاه. ما بغاش يلبس هذاك الشيء ديال قوس قزح ولكن يسر ليه الله. وها هما خرجوا كاع رغم الشائعات اللي تقالت وكذا. ما بغيناش نجيب لكم هذوك الاخبار ديال الشائعات وطافوا دار وكذا. سميتو واجه وحده مسؤوله في تولوز كذا وتم الايقاف ديالو وتم بغي يرحلو. هذيك الهضره ديال بلا بلا اللي ما تجيبش الخضره هادشي ما عندنا ما نديرو به. هنا تولوز الفارق النادي ديالو تيبرعوا من هذاك الشيء ومحتاج بوغلال وما عنده حتى مشكل معاه. والسيد غادي يلعب في الماتش الجاي وفيفا الماروك. وهادشي اللي كاين الله يعاونكم. قالوا ان حتى الاشجار شاركت في ثورته التحريريه. وفي ولايه جلفة فعلا شارك شجره البلوط في تحرير الجزائر بعد ان فتحت قلبها لشهيد وابنه المجاهد ليختبئوا داخلها طيله 6 سنوات. الشروق الاخباريه عادت لتلك الشجره المجاهده رفقه حفيد الشهيد واعادت تمثيل طريقه اختباء المجاهدين داخل هذه الشجره. معالم كثيرة لا تزال شاهدة على كفاح الشهداء والمجاهدين في الجبال والأودية. وخير دليل هذه شجرة البلوط التي لا تزال شامخة رغم مرور السنين. فهي من خبأت بين أحضانها الشهيد هرام وابنه على العدو طيلة 6 سنوات. قط الله وفاق بها الشيباني الله يرحمه من بكري ومن بعد اللي جاء الجيش دارها كاظمة. هنا عاد تغيير هربان تاعو من هي من المركز من هي يهرب لهنا يدخل لقى يشوف الكونفا ولا الطيارات ولا غيرها طب وسطها ما يتحرك لهاك لهاك قد ما يديروا والو ما يجبدوش. هنا من بعد عاد ننتقل بها هنا عدنا ندخلوا في سنين وسطها. لم يجد الشهيد وابنه المجاهد مأمنا من العدو الفرنسي سوى هذه الشجرة التي تتوسط الغابة حيث يدخل بداخلها وتحتضنه كالأم المفجوعة عن ابنها.